أقول الشيخ أحسن الله إليك، رجل لديه 3 عمارات ولديه زوجتان، له من إحدى الزوجتين بنت وله من الزوجة الثانية له عدة أبناء، فكتب إحدى العمارات هذه باسم بنته التي من الزوجة الأخرى، فهل هذا جائز؟ وكيف سرا طبعا بينه وبين هذه البنت لا يعلمون أبناء المرأة؟ يعني أوصالها بها؟ نعم. أوصالها بها ولا أعطاها هبة؟ هبة. هبة يعني نعم. في حال حياته. نعم. ما فعله هذا الرجل حرام عليه، يعني لا يجوز أن يخصص أحدا من أبنائه أو بناته بشيء من ماله، لأن بشير بن سعد رضي الله عنه أعطى ابنه النعمان عطية، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. حين سأله: هل فعلت ذلك بكل ولدك؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع بشير في هبته للنعمان وأخذها منه. فإذا كان الرجل حيا جزاك الله خيرا فبلغ، قل إن هذا حرام ويجب أن يعود فيما فعل وأن يمزق الوثيقة وأن يجعل المسألة راجعة إلى حكم الله عز وجل. إذا قدر الله عليه أن يموت وكانت البنت باقية ورثت مع إخوانها ما تستحقه في دين الله، وربما تموت قبله، فأنت على كل حال بلغ إن شاء الله وانصح. أنت بلغ، إنما عليك البلاغ. إذا أصر على أن مثلا ما يرجع في هذه الهبة، نعم، ثم توفي، نعم، ترد في الميراث، يجعل الميراث سواء.